السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي، مقطع جديد. بس هالمرة طبعا مو مقطع تحديات، بيكون اليوم مقطع الفيس كام أخيرا، بعد ما جتنا كثير طلبات مرة كثير عشان أسوي فيس كام. فقلت أوكي، واللي حمسني عشان أسوي فيس كام صراحة كان درع اليوتيوب، وصلني من أسبوع تقريبا، اللي تابع الانستغرام أكيد يعرف. فعد مرة تحمست عشان أسوي المقطع وأفتح الدرع قدامكم. ما بطول كثير من المقدمة، لأن صراحة مو مره متعود اني اتكلم قدام كاميرا، اول مره في حياتي. اوكي، فعد الحين يب نفتح درع اليوتيوب اخيرا. وقبل ما افتح الدرع ابغى اشكركم شكر مو طبيعي، شكرا اوكي على الدعم الرهيب اللي صار. والله العظيم يا شباب ما توقعت في حياتي كلها، من اول ما فتحت القناه لان الحين ما شاء الله 280 الف مشترك بنوصل، ما توقعت ابدا اني اعدي ال 100 الف صراحه. ها اقول لكم اياها صراحه، يعني مثلا ال 100 الف مشترك هذه كنت افكر فيها بعدين، يعني لو بعد كم سنة. اوكي، فعد ما شاء الله بعد 3 اشهر من بداية القناة وصلنا ل 100 الف مشترك، هذا كان انجاز مرة رهيب، كان شيء يعني ما تدرون كيف فرحت ذاك اليوم. فعد شكرا لكل الناس اللي دعموني، شكرا لكل واحد شاف مقطع سوى لايك شارك في القناة حط كود المتجر لانه ساعدني كثير. فعد يب ثانك يو. الحين بنفتح الدرع لانه صراحة مرة متحمس. يب مشروع، ليتس جو. اوه ماي جاد، والله متحمس. اوكي، طاحت بطاقة. Congratulations on your subscriber milestone. اوكي، we are honored. المهم رسالة ما شاء الله، بقضي الحلقة كاملة نقراها. اوكي، رسالة ثانية من اليوتيوب. You have just done something. المهم كمان رسالة ما شاء الله يعني. ثواني خليني اخذ النظرة. Presented to Sayroy for passing 100,000 subscribers. من قدام شوفوا هنا فورتنايت، هذا انتو هنا الكاميرا. فعد واو والله رهيب. والله مو طبيعي. شكرا شباب، مرة شكرا لكل واحد شارك في القناة. فعد يب هذا على اليوتيوب اخيرا، بعلقه ورا اظن ولا ما ادري، بشوف المكان بعدين. الحين بنروح لفقرة الاسئله اللي قلت لكم عليها بمقطع الخميس. فعاد خلونا الاقي مكان حق الدرع. يب خلونا نروح لفقره الاسئله الحين، وبنسويها بطريقه ثانيه. فقره الاسئله يعني بنسويها بطريقه جديده، واللي هي شوفوا كيف. الحين احنا في الجيم هنا او لعبه فورتنايت، كل ما اجيب كل واحد بجاوب على سؤال واحد. اوكي، فعاد لو جبت كلات كثير مره بجاوب على اسئله كثير مره. فعاد يب ليتس جو. عاد حرام اظن اليوم تلتد وريتل بيشيلوهم من الخريطه خلاص. عاد ريتل كانت المكان المفضل مره. وين سي راي؟ ريتل رو المحلات. اي حد هنا؟ الو شباب، ليش ما حد ينزل؟ ايش السالفه؟ اوكي ما في حد. ايش رايكم نغير نروح على شيفتي؟ يب ايوه في ناس. حلو حلو. هي اوه ماي جاد، في واحد قاعد يلوث البيت اللي جنبي. اوه ماي جاد، استخدم القنبلة الجديدة. ووو ليتس جو. اوكي خلينا نروح نشوف السؤال الأول. السؤال الأول من محمود علي، كاتب سيو ايش أهدافك المستقبل للقناة ولحياتك الشخصية؟ تبى الصراحة أهدافي المستقبلية، أو أوكي في واحدة ناسويت. أهدافي المستقبلية أن أكون فول تايم يوتيوبر، يعني أكون يكون اليوتيوب شغلي الرئيسي ولا شيء كذا. هذه أهدافي المستقبلية. خليني بس أبلع هذا هيد شوت. أي أي ولد، هلو ربي زبن والله. تعال طلع. عاد يبدو مثل ما قلت لك، هدفي الرئيسي او الهدف اللي بوصل له انه اكون فول تايم يوتيوبر، يكون اليوتيوب هو الشغل الاساسي. اوه ماي جاد، هي هي سلامات. ايش 2 على 1؟ والله زبنا في الزاويه هنا. ما عندي بامب، شو اكيد بزبن. وات ذا هيل. يو هي هي هي، كان نزل ولا تخيل؟ ليتس جو حبيبي.
انبوت قطعه قطعه لهو والله انا مهايته اوكي خلاص هاتك اوه ماي جاد يلوت ليتس جو او تحت انا كتبت واحد خلنا نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده من اي اي زد في اكس اي اللي هو عاد الكلام هذا واحد من المتابعين القديمين مره كم كانت الرندر تطول في الجهاز القديم وكم الحين في البيس الجديد تقريبا اتمنى تاخذ سؤالي متابعك من 400 مشترك والله السؤال خطير صراحه البيس القديم كان يا شباب المقطع لو طول 10 دقائق ولا شيء كذا الرندره تاخذ ساعه كامله تخيل ساعه كامله رندره اوكي اوكي حلوه فكانت يب تاخذ ساعه كامله رندره مني اما على البيس الجديد ما شاء الله كانت من 60 دقيقه نزلت لين 7 دقائق ولا شيء كذا تقريبا يعني لو كان مقطع ثقيل وتعرفون رندر الزياده وكذا تاخذ مني ممكن 10 دقائق او شيء كذا فعد يب فرق رهيب ما شاء الله فرق معي كثير في اشياء كثير مره خرب الكاونت هذا وين تودي لا هذا وين تودي ها ليش كلهم برا ليش الحظ البيض هذا يو اوكي اوكي الله هاي هاي وراك وراك يو 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 بالله خليني اقتلك اوكي نايس حلو حلو والله يا شباب ايش سالفة ايش اللوت الرهيب هذا God damn طاك كيف لوته والله اوكي ونشرب التشق سؤال ثاني صح كنت بنسى دام والله جبت العيد المهم سؤال من دارك نايت سيو هل تفكر انك تقطع عن اليوتيوب في السنة الدراسية الجاية لك ويدخلني اشرب التشق ما بقطع حتى لو في السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها يمكن هالسنة ان شاء الله بدخل الجامعة فعاد بحاول اني اعدل بين الجامعة واليوتيوب نفس الوقت ادري شيء صعب بس يعني ما اظن بقطع عن اليوتيوب لان صراحة مرة استمتع وانا منتج مقاطع وكذا يعني اسوي فيديوهات باختصار فعاد يب ما اظن اني بقطع عن قريب ولا حتى بعد سنة سنتين فعاد مستمر حلو حلو يو والله موارد شوي الله والله ما ادري يا من قدام هناك يا من ورا ما ادري صراحه هي واو اوكي من ورا لو رجال تعال لا تطلق من بعيد ورا واحد والله ازعج امي فيا يا شباب والله ازعجني ايوه ايوه توهق الحين اوكي يا رب ما يطلع الحين ويعطيني هيشوت بالسنايبر اوه ماي جاد مان دمجني والله يا اخي مزعج والله الله ياخذك ستيف ازعجت انا والله السؤال اللي بعده خلينا نشوف كم عمرك اسمي نواف من السعوديه هذا يمكن اكثر سؤال تكرر ما اعرف ليش ايش الخطير في السؤال او ليش الكل بيعرف كم عمري اولا انا قلت لكم كم عمري من قبل فعد عمري 19 سنه ما ادري ايش السؤال اللي ما شاء الله 50 واحد ساله ما ادري اكثر سؤال تكرر كان كم عمرك كم عمرك كم عمرك سيرى كم عمرك فعد 19 سنه 19 ونص لو مهتمين مره ما انا ما ادري ايش الخطير في الموضوع بس يب 19 سنه شوفوا اي وات ذا هيل في واحد هنا اوكي اوكي في واحد زابر هنا يا شباب يا رب ما حد يبلع السنايبر الحين الله لا نوب لا والله يلا موت اي والله مسكين مره يتبط اوكي نشوف السؤال اللي بعده السؤال من ايه ما ادري شو هل تتابع انمي اذا تابعت وش افضل انمي تابعته الصراحه يا شباب تابعت مره كثير اوكي كنت مره اتابع انمي كثير مره
بس يعني الحين لا مو مثل الأول. الحين في الوقت الحالي يمكن ما تابع إلا أتاك أون تايتن النجوم العمالقة ولا شيء كذا. أفضل أنمي تابعته صراحة سؤال صعب هذا مرة فيه كثير يعني. بس اللي فكرتها حلوة وشيء كذا ديث نوت، هذا اللي يجيب كذا دفتر كل ما يكتب اسم واحد في الدفتر يموت. دام جاد دام أوكي، هذا كان رهيب صراحة. وفي ما أدري أشياء ثانية كود جياس ويعني مرة اسماء كثير. او ماي جاد يا الله مزعج مرة. ايش العيار اللي عنده؟ منو هذا اللي طلق بالله؟ اوه مرة بعيد هذا. طيب خلنا نوقف شوي عشان نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده من دانا الغامدي، وايش اكثر شيء انت متحمس له في السيزون التاسع؟ ويت صراحة اكثر شيء متحمس له في السيزون التاسع اظن لما تختفي تلتد وريتل، لان اللي بيصير ان الناس بيتوزعوا اكثر في واحد هناك. اللعبة ذكية يا شباب، اذا تلاحظوا كل الناس ينزلوا ريتل، مش ريتل اقصد تلتد. فعد اليوم يشيروا تلتد من اللعبة الناس بيتوزعوا كذا، بتلاقيهم في كل مكان في الخريطة. فعد بيكون شيء حماسي شوي واظن اللعبة بتصير مسلية اكثر عن قبل. او ماي جاد او ماي جاد، ايوه مسلية كثير. هاي 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 تشيل برو. الله هذا طار يا شباب. اوكي هاي لا تقتلوا بعض. هاي اوه اخر واحد وات ذا هيل شيت، ما كان عندي ريد بلوي والله العظيم يا شباب. اوف والله ما كان عندي ريد بلوي، كنت خلاص راح اقفز على جنب والله. فعاد نشوف السؤال اللي بعده، كيف ارفع الفريمات واخفض اللاج؟ كيف ترفع الفريمات صراحه ما اعرف كثير، بس كيف تخفض اللاج انا استخدم برنامج اسمه اكزيت لاج، يقلل البنج مره بشكل مو طبيعي. يعني مثلا العب على اوروبا 130 يخليه 100 ولا 101 ولا شيء كذا. فعاد لو تبدو بنزل شرح عنه بكره، لاني كنت بنزل اصلا. فعاد يب هاللي استخدمه حق اللاج او حق البنج. وهذا مقطع اليوم شباب، ان شاء الله يكون عجبكم المقطع وفقرة الاسئله. فعاد شكرا لدعمكم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناه اللي ما اشترك، ولو حبيت تدعموا تقدر تحط كود المتجر سي. وبكره ان شاء الله اسمع قلت لكم بنزل حلقه عن البنج او اللاج او كيف تثبتها على البي سي ان شاء الله. وبعدها بنزل كورسات حق الايم للاديت البناء كثير اشياء، ممكن اسوي بث كمان للحدث ما اعرف مو متاكد. فعاد كان معكم سيراي ومع السلامه.